ما يجي صالح وياخذ مسجلاته؟ يعني الزلمة كان مشغول بموتة أخوه وما فضي. الخير وصل له متوفي أكثر من 4 شهور. يعني خلص حجة الموتة ما عاد تنفعه. إلك بدرية طلعت من العدة وهو لسه مشغول، شو هالحكي؟ طيب طيب هاليومين مخليه يجي ياخذهم. الزلمة مصيبته كبيرة، أخوه متوفي. المهم لك أخي إنك ما ترافقه. هالزلمة باين عليه مو منيح. مو منيح؟ ليش عم تقولي عنه مو منيح؟ لا ما في شيء، بس قلبي هيك عم يقلي، قلبي ناقصني منه. بس لك أختي إذا في شيء قلي لي. لا ما في شيء، شو بده يكون فيه يعني؟ بس أخي بلا لك كرفي، أعطيه مسجلاته بلا. يعني ما في شيء؟ منو؟ طيب ماشي الحال. العافية محمود. أهلين يا أبي، الله يعافيك. الله يرضى عليك يا محمود، بدي إياك تروح تعاون تيسير شوي. عاون تيسير؟ إيه، عنده شغل كتير وما بيقدر يخلصه لحاله. بس يعني يا أبي أنا يعني... أنت شو؟ شو بدك تقول؟ أحكي يا أبي. يعني بلا كلها شغلة. أني شغلة يا أبي؟ يعني خلي شغل ابن عمي لحاله وشغلنا لحالنا. شو يعني؟ شو بتقصد نخلي شغل ابن عمك لحاله وشغلنا لحالنا؟ شو يعني؟ يا بي بصراحة أنا ما بتفق مع ابن عمي. بعدين أنا أصلاً كل هالشغلة هي مو فايتة بمخي. رجعنا للكوانة القديمة؟ لا يا بي، أنا قصدي نشغل مصارينا منيح. اليوم كل الناس عم تشتغل بالتجارة والله مبارك بالتجارة. يعني نحن مثل ما لك شايف يا بي، تعب وشقاوة والعشا خبيزة. استغفر الله العظيم يا رب، ما بينكر نعمة الله إلا الجاحد. حميد ربك ومن غير طمع يا ولد، من غير طمع. اسمع انت، هلأ ذكرتني بهاليومين ما بدي اسمع ولا كلمة عن قصة وراثة عايدة من أبوها، مفهوم؟ أنا ما حكيت يا بي. أنا عم نبهك، صالح متوفي أخوه، مو وقتها هلأ نجيب سيرة وراثة أو غيرها. وهلأ بدك تروح تعاون تيسير، سمعت شو قلت لك؟ بس أنا لا تتأخر، عنا شغل كتير ولازم يخلص اليوم على بكير. محمود ليش ما عم تقبلني؟ اخ اخ ايه اخ، انا جاي لعند اهلي، انت ابن عمي يعني اخي. انا نسيت موضوع المصاري وبتمنى انك تقبلني اخ لحتى نشتغل سوا، وصدقني راح نحقق اشياء كتيره. خلصت؟ لا يا محمود لا تحكي هيك، ولا ترد ايدي الممدوده لك بمحبه واخوه. ايدك ممدوده لرزقنا عمي، وكل واحد بيطلع لأبوه. شوف لك تيسير، أنا مالي أجداب، إذا أبي مصدقك أنا كاشفك وما راح تطلع قدي. يا محمود هذا الحديث انتهى وأنا ما بدي أخذ وأعطي فيه. لك يا أختي ما بيصير. ليش بقى؟ ليش ما بيصير؟ هذا بيتي وبدي اعيش فيه، بعدين انا قضيت العدة عندكم لانه شرع الله، وهلا خلص خلصت العدة. طيب وصالح؟ البيت مقسوم، بيت صالح لحاله وبيت خيره لحاله، يعني سعره بسعر الجار. لك يا اختي. يا اخي هذا بيت جوزي وبيت ابني، انا بدي ربي ابني ببيت ابوه وما راح اتراجع عن رايي ابدا. بعدين انا تفاهمت مع ابوك ومشي الحال، هو فهم علي وقبل. اي طبعا ابوك إلك بيفهم عليكي وبيقبل، ولي ما كان يفهم علي بنوب يعطيني وردتي من امي. شو بكي بدريه؟ ليكون ضايقتك؟ لا ما ضايقتني، بس ذكرتني بالمرحومه امك.
والله الدنيا مو مستاهله كل هالمشاكل. لا والله، لا والله. امك الله يرحمها كانت دائما. خلاص خلاص بدريها، خلاص خلاص بلا الحديث هلا. انا اصلا غلطان اللي. لا انت ما دخلك، انا هيك حظي. امك بالشتوية وخيره بالصيف. الحمد لله، ولا حول ولا قوة الا بالله. دخيلك يا اخي بعد عن المشاكل وخلينا بحالنا، وسيدك خلينا بحالنا. طيب خلاص خلاص مثل ما بدك، والله ما رح ازعجك ولا رح خلي حدا يزعجك. ايدك ممدوده لرزقنا وكل واحد بيطلع لابوه. حتى ابن اخوك ما عم يصدق انك بريء. فعلا كل واحد بيطلع لابوه، وانا ابي بريء بريء. قلت لك صالح منيح. صحيح هو طايش بس ابن حلال، وانا ما رح اساوي شي بدون ما تكون انت موجود وموافق كمان. صالح بس ما تكون زعلت لاني قلت لك بدي رجع لك المسجلات. لا بالبيت عندي وسع لكبير ومسجلات. بعدين بدرية منيحة، منيحة كثير، آدمية حنونة بنت حلال. اي والله بدرية بنت حلال. تعرف حسن بكرة بدك تجيب معك محمود لهون. خير ان شاء الله، لتكون ناوي لك على شي بلوي كمان. انت ما بتتداخل بس لازم تجيب معك محمود لهون، لازم. فهمت؟ ايه بس فهمني على شو ناوي. ناوي على شغلات كتير كتير. شوف صالح بلويك لا تدخلني فيها. انت الزلمة بتكره محمود وبتحقد عليه، بس انا ما دخلني. خايف لك حسن؟ اخي انا ما دخلني، تقعد تأذيه كمان. لك مجنون انت. لك أنا ليش بدي أكره محمود؟ ليش؟ هيام لا تسكري، لازم تسمعيني منيح. يا اللي تركتي صالح، لك أنت ما خلقتي لتتحملي واحد مثله. أنا بدي. انت ابوك ما بيقبلني، ابوك ما بيقبلني. كل ما حدا شاف الهوية حيلاقيك مطلقة وانا اللي كبيتك، حيلاقيك مطلقة وانا اللي كبيتك. مطلقة مطلقة مطلقة. لا صار اني لا لا حياتي هي حياتي ولازم افكر فيها. تفضل عدنان بيك. هيام يا هيام
ايام منيحه لي لابسي. عدام بيك اجا ومعه مفاجاه لك. شبكي لك بنتي؟ ليش هيك مخضوضه؟ بابا انا ما فيني شيء، ما فيني شيء. ايام شوفي انا قلبي ما بيكذبني، اكيد في شيء مكدرك. بس هلا ما رح نقدر نحكي بهالقصه، لانه مثل ما قلت لك عدنان بيك اجا ومعه مفاجاه لك. يلا نشوف، ورجيني الضحكه الحلوه. يلا هيك، يلا تعي. مساء الخير. يسعد هالمساء. شوفي هيام، بدون اخذ وعطاء، لاني ما بحب المجادله والمفاصله، انا جبت لك الهديه وقررت انك تجربيها فورا. شو هي وليش؟ لا شو ليش، عم اقول لك انا هيك قررت. خلص، بس عدنان بيك يقرر علينا التنفيذ. بس قراراتنا على هيام من المحبه مو مثل. خلص هيام، خذي الهديه. لازم تجربيها فورا حتى اتاكد انها عجبتك. حاضر، مثل ما بدكم. تفضل. شو يا شايفك شردت؟ يا عدنان بيك، الحقيقه انا ما عاد بدي من هالدنيا الا ان يطمن على هيام. سيدي بسيطة، لا تعقدها، وانت ما بنخاف عليك. بس انا خايف عليها، عم خاف عليها يا عدنان بيك. هيام شو ما ساوت وشو ما عملت بتضل حرمي، ضلع قاصر. معناتها لساتك فلاح. هلا عم احكي مزبوط ولا لا؟ مزبوط يا سيدي، مزبوط، صح. الحرمة حرمة والرجال رجال. لكن ليش بيضل بالي مشغول وبضل حامل همها؟ هم البنات للممات عدنان بيك. هلأ لإيش هالنكاد؟ أيام حلوة وذكية، وإلا ما يجيها مين يهنيها ويسعدها. هي صحيح حلوة وذكية، بس بس شو؟ بس مطلقة. مطلقة يا عدنان بيك. هي مطلقة مو مشكلة. شو هي؟ بعدين بعدين. شو رأيكم؟ كتير حلو، حلو كتير يا هيام. تعرفي لازم تتشكري عدنان بيك لأنه تذكرك بهالهدية الحلوة. شكرا عدنان بيك. ها؟ لا العفو، شو هالحكي؟ لا أنا غريب ولا أنت غريبة. مبروك عليك. عجبكم؟ بجنن. لك المسجلات رح ناخدهم، رح ناخدهم، خلصت بقى. حسن حسن لا تجنني، هالسهر وشغلات التهريب والفيديو هاي كلها مو منك، الشيطان عم يوسوس لك. فريان كرمال الرسول لا تزيد اياها، انا مالي صغير. مبلا صغير، ولما بحس انك ببلي بواحد مثل صالح ما بقدر اسكت، ما بقدر اسكت منوب. حسن دير بالك على حالك، انا خايفه عليك، خايفه ينزعك صالح، صالح اخلاقه مو منيحه. لا تخافي يا اختي، لا تخافي. يعني بتوعدني؟ قلت لك لا تخافي. بدك شي غيره؟ بدي سلامتك. خاطري. مع السلامه. وين هي؟ وين شردتي؟ وين بدي اشرد يعني؟ في غير الدراسة؟ صحيح نحن هلأ بالدراسة وما في شي غير الدراسة،
بس انت ما كنتي بالدراسة. الحقيقة أنا متضايقة، متضايقة وما بعرف ليش. صالح رجع يضايقك؟ لا أبدا، ولا عاد شفته منوم. ألو هيام، سمعتيني؟ ألو، مين عم يحكي؟ هيام أنا صرت خايف أقول اسمي تقومي تسكري. هيام الدنيا صغيرة، ليش لنهرب منها؟ يعني إذا أنا سيرت أبي مرة خلاص. هيام هلأ أنا تأكدت أني ما بقدر كمل عمري بلاكي. سمعتيني هيام؟ لك شو صار بالخط؟ ألو؟ 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 بين المكالمة ريحتك. شو؟ ليش نقصتي؟ عم بقول يمكن التليفون ريحك، اكيد حدا بترتاحي له حكى معك، ما هيك؟ ايه هي وحده قرايبتنا من البلد، ظريفه ودمها خفيف، فعلا ريحتني. طالما قرايبتك ريحك تليفونها خليها تتصل فيكي دائما، لانه اتصالها رح يكون دواء للجروح. هي صدقيني هي ما بدها تفكير. عن إذنك. الوالد موجود؟ تيسير؟ بيظهر ما تذكرتيني. تفضل، بابا بالمكتب. أنا أجيت لأنه أمي أصرت إجي شوف شو بدك. أرجوك تدخل بالموضوع رأساً. إيه على مهلك ولا يطلع خلقك علينا. أنا بعثت وراك من شان شغلات كتير، بس قبل كل شيء لازم ترخي أعصابك وتسمعني بدون حساسية. عم اسمع. بس لساتك شادد أعصابك ومتوتر. على مهلك يا ابني، على مهلك. تفضل استريح. تعرف لك تيسير، أنا يا ما حاملك على كتافي ويا ما ملعبك بالأمي. صلى لما ولدت أنت كنت أنا لساتي متجوز جديد، وقت الكل فرح فيك وخصوصي أم هيام الله يرحمها. لما كنا نطلع نحن وأهلك على البستان كنا نقعد نعمل حالنا عم نلعبك، وبالحقيقة كنا عم نلعب حالنا. كانت فرحتنا فيك كبيرة. يلا أنا لحالي، لك مين كان يحزر إنه أبوه؟ هلأ أرجوك بلا هالسيرة. عمك أبو محمود هو اللي مصدق هالسيرة، لا وتهمني أنا كمان. شوف يا ابني، أبوك أعز أصحابي ونحن متربين سوا، وأنا ما بصدق إنه يغلط أو لا سمح الله يختلف. قلت لك بترجاك ما بدي أحكي بهالموضوع. بس لازم تعرف كل شيء، أبوك مظلوم ونحن منقدر نعمل كتير، بس أعداؤه كانوا قوايا ووقتها ما طلع بيدنا شيء. سأل والدي، أنا ما قصرت ولا بقصر. بخاطرك. بس لازم تسمع ليش بعدت وراك. أنا ما عاد بدي أسمع أكتر من هيك. لا تهرب يا تيسير، بعرفك قوي. أنا ما عم بهرب، بس ما بدي أسمع شيء عن السيرة لأنه خلص انتهيت. فعلا انتهيت وانا خلصت الحكي عنها، وهلا وصلنا للمهم. المهم تيسير، مثل ما قلت لك انت مثل ابني وابوك اخي، يعني بصريح العباره انا مهن علي انك تشتغل بالارض عند ابو محمود. بس انا هيك بدي.
أبو محمود ما بيحب أبوك ولا بيحترمه. أبو محمود أطيب وأنضف عم، وهو أكتر واحد عائل ومحب. مزبوط، بس أنا مستعد مول لك مشروع تجاري كبير بتستلمه أنت وبتديره وإلك التلتين. وليش بقى؟ رح أقول لك ليش، وبصراحة كمان. اولا بدي شغل مصرياتي، ثانيا بدي نرجع اقراب من بعض ونرجع عائله واحده، ثالثا انا ما عندي حدا امله واعتمد عليه، وانت يا تيسير مثل ابني، انا مربيك وبعرفك منيح ومستعد املك كل طلباتك. انا بتشكرك كثير، بتشكرك على كل شيء، وصدقني أنا أبداً ما بنسى أنك صديق أبي ومربيني. بس بالنسبة للمشروع أنا هلأ ما بقدر لأني مرتبط مع عمي أبو محمود. أنا آسف وبتمنى أنك ما تزعل مني. فكر أكثر يا تيسير، الموضوع واضح وفكرت منيح، أنا آسف. طالما كان لطيف معك ليش تجاهلتي؟ ما بعرف، حسيت حالي متضايقة ومضطربة. هي عم بدك رأيي؟ انت جاهلتي لتيسير لأنه من طرف أبو محمود اللي رفضك. لا، هذا موضوع قديم وأنا خلص نسيته. شايفة؟ عصبيتك وارتباكك باينين وواضحين. وليش؟ بس لاني ذكرت ابو محمود. سلوى، سلوى انا ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف. يا صالح، يا صالح، لازم نخلص من الشغله بقى. هلا انت كمان بدك تصغر عليك؟ ما بكفي اختك انت كمان؟ لك فريان ما لي ساكتي، لازم تيجي تاخذ المسجلات وتدبرهم بقى. طيب طيب خلص باخذ المنصب شاي. صالح الشغله مو هيك، فريال عملت لي مشكله. لا اله الا الله لك اخي، فهمنا المسجلات حناخذهم والخانه وما حنزعج لك اياها. امصب شاي. يعني انت رح تاخذهم بكره؟ امصب شاي. حاضر. سامر، سامر اتركني هلا. لك تعال هيا، تعال، حمياني الشغلة هون، حمياني كتير. ولك تعال، لك عندي شغلة بتعجبك، تعال. وينها؟ إذا أهلك عرفوا إنك عم تدخن خصوصي أمك، ها يا ويلك. ليش أنت أنت لك عندي شغلة بتعجبك وما لها ريحة مثل الدخان. شو؟ سيك. لا شو هي؟ لك هلا أنت بلاعي بعدين نحكي مسيك. شو القصة؟ شو بده سامر افندي؟ ها؟ ليكون بده يغير الفيلم. لا عم يحكي لي على الفيلم. قال عم تاخذ منهم اجرة غالية. يخرب بيت قلبون، إيه عم ورجيهم الافلام بحياة عمرهم ما بيشوفوها. يا سيدي لا ترد، اشرب شاي. شباب وين شردت؟ براسي موال.
إذا زبط وانتشر ومشي حاله حنصير فوق فوق. شو هاد اللي إذا مشي وانتشر بتصير فوق؟ ولا بعدين بتعرف بعدين. شبك وين صرت؟ ليكون عجبتك شغلة تجارة الفيديو سيدي. كل مين له رزقة ياخدها. شو سمر؟ لك شبك؟ شو صار لك؟ امشي سامر. لك شبك تاخت بالفلان؟ رح تروح لعيني. امشي سامر امشي. لك شو المزح الغليظ هذا؟ معقول هيك طيب؟ يعني صاطلة تمام؟ اخي انا ماني فاضي لسلباتك ولا عيبك بخاطرك. يلا حبيبي يلا لشوف مشط شعراتك. يلا يا امي يلا يا عمري يا حبيبي. اخ تقبر طولي تكفني يا رب تطلع على قبري. ايوه اخ اي 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 والله بطلت التوبه التوبه التوبه. يا رب تقبر عيني تقبر طولي تقبريني تقبريني. اي 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 نم 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 نم. بدي اكلك مامام بدي اكلك مامام. تقبرني بدرية. تعي شوفي على خليل شو صاير صاير عم يفهم كل شيء. طيب يلا خلينا نروح مشان نرجع بكير. ايه يلا بس يعني بدرية اذا الدكاترة والمختصين ما مشي الحال معه رح يمشي الحال مع ابو خالد. انتي لا تزغزغي ايماني خليه قوي نحن متوكلين عليها دول واسطة بس. يا رب يلا يلا يقبر طولي. نام. شايفة شايفة قديش بقدر الظروف. يلا تقبريني يلا. تقبريني ويصال خليل نايم جوا اذا فاق طعمي لي يا شوية شوربة. اختي انتي لا تاكلي همي انا بدبر حالي. انتوا روحوا. يلا خاطر. مع السلامة. خاطرك ويصال. مع السلامة. لك شو لسه ما رحتوا؟ يلا يا بي رايحين انت ادعي لنا بس. موفقين. سلام عليكم عمي. الله معكم مع السلامة.
مرحبا وصال. أهلين تيسير. عمي هون؟ أي هون. مين يا وصال؟ مرحبا عمي. أهلين تيسير. تفضل فوت فوت. عود عود لبلا ما غسل وتوضى جاي لعندك. شو ما شاء الله راح تخلصي؟ ما عم بقدر اتركه، كتير حلو. القصة حلوة والموضوع قريب منا. كنت خايف تملي من القراية. بالعكس، أنا مبارح ضليت للساعة 12 وأنا عم بقرا. أنا مبارح فكرت كتير. خير. تيسير، أنت مو بس عطيتني قصة حلوة أقراها، أنت علمتني أشياء كتيرة. خليتني أحس بقيمتي وإني بقدر أستغل وقتي منيح. مثلاً بطلة القصة كتير كانت فرحانة إنها راحت تشتغل، فرحت معها، حسيت مثلها إنه مشاكل الدنيا كلها راح تنحل، راح تعيش بسعادة كبيرة. بس بالشغل لقيت ناس مو مناح، صار كل واحد بده يستغلها شكل. يعني حسيت إنه أنا صاحبت القصة وصرت فكر كتير. باين إنك مبسوطة بالقصة كتير. تيسير، أنت شو رأيك؟ ما فهمت القصة منيح؟ بلا، فهمتيها منيح. بس كمان لازم تفهمي يا وصال انه الدنيا ما بتمشي على كيفها. بس بطلة القصة بتقول انه الانسان بالايمان والارادة بيقدر يحقق كل شيء. صح، الانسان بالايمان والارادة بيقدر يحقق شغلات كتيرة. بس مثل ما في ناس عم يشتغلوا لسعادة الإنسان، كمان للأسف في ناس عم يشتغلوا لتخريبه ولقهره. مشان هيك بينكسر الحلم وبيتحطم الأمل. باين عليك متأثر كتير. أنا؟ لا، بكرة بس تخلص القصة بتشوفي كيف هالبطلة الشريفة النظيفة انكسرت وهربت لزاوية ضيقة. هي بجوز تهرب لزاوية ضيقة بس مشان ترتاح وترجع من أول وجديد. بجوز ما تقدر ترتاح. أنت عم تقول بجوز ما تقدر، يعني بجوز كمان إنها تقدر. صح، المهم بيضل الأمل موجود. تيسير، أنا مبسوطة كتير إنك رجعت على البلد. شو يا تيسير؟ طمني، شلون الشغل؟ الحمد لله عمي، الحمد لله. يعني سامر انت هيك صار معك خلدون؟ مسيك حلو ومع غير اللي بلعته كمان مسيك. هلا سامر، انت ليش جبتها؟ اخي لا تسأل كتير مسيك. شبه اخو لا تخاف. حلو. تعرف هلا نحن هيك صرنا يعني مثل تبعات الافلام. زحينك ولد خلدون. لك شو صار لك؟ شو
ما تحكي، شو صار معك؟ ها ايه اخذت الدواء كله. خليها هي تحكي. حاضر احكي. اخذت الدواء كله وما صار معي شيء. ما حسيتي باي تغيير؟ ما بعرف. ايوه اسمعي، راح اعطيكي دواء جديد، بس مثل ما بقلك بتساوي، ما بدها جهل وهمالي. مثل ما بدك. طيب شو هذا الدواء؟ خليها هي تحكي. يو حاضر حاضر، بس بدري مشان خاطري. مثل ما بتقول بساوي. لنشوف. يا اللي يا واقي شغل بالي. ترررم انا رمك يا ما اسيت صاحبي. شي هدول هون اللي يا واقي شغل بالي. ترررم مرحبا. لك شو بنا؟ عم نقول مرحبا. يا اللي هواك شاغل بالي. ترررم رم. لا تأخر الوقت. قوم انت وياه. قوم. قوم. ثواني. لك يلا تأخر الوقت. قوموا على بيتكم انت وياه. لا الشباب. لك يلا لشوف. قوم. شو العباد؟ إذا مشيت شغلة الحبوب بدها تصير البلد كلها بإيدي. بدي يلعب بالمصاري لعب. ساعتها الكل بده يمشي على كيفي. على كيفي. أنا مبسوطة كتير إنك رجعت على البلد. تفضل أبو محمود. إيه والله يسلموا إيديكي. الله يسلمك. يعني تيسير لحالة عم يقوم بالشغل؟ لحاله. وينك؟ الأرض صارت رياني والزرع ما شاء الله كان والشجر على كيف كيفك. معناها تيسير بيضها. آخ لو كان ابني محمود مثل تيسير، لو كان بيحب الأرض وشغله مثل تيسير لصارت أرضنا جنة. معناها تيسير مطالع لأبوه. عفوا أنا ما كان قصدي إنه تزعل يعني. أنا ما بزعل من ذكر أخي أبو تيسير، لأنه شو ما صار بيضل أخي. لكن حكاية الاختلاس والسرقة والسمعة الوسخة هو اللي جاب لي إياها. آخ يا أبو حمدي آخ، قلبي عم بيتقطع من جوا مو طالع بإيدي شي. وأنا إذا بتبرى منه بتبرى من الاختلاس من السرقة والسمعة الوسخة. كل ما حدا شاف الهوية حيلاقيك مطلقة وأنا اللي كبيتك. مطلقة وأنا اللي كبيتك. بس بس لك أنا ما بقدر كمل عمري بلاكي. قرايبتكن اللي حاكتك على التليفون وريحك حديثة خليها تحاكيكي دائما، لأنها رح تكون دواء للجروح. لا لا محمود، ما قدر يدافع عن حبه إلي. ما قدر.
صدر قرار أبوه بيناتنا. أبوه فرق بيننا، هو ساير وقبل. ليش اسمه خيره؟ ليش هيك سويت؟ ليش؟ لك انا كان بدي تطلع لفوق، تصير فوق، بس انت ما كنت فاهم، ما كنت فاهم. ولك حاجة ناء، حاجة ناء. زمتي بفديك بروحي بخيره، والله بفديك بروحي. لك بلا بناية بلا أرض بلا حكي فاضي، ولك الدنيا شو الدنيا. أكل بيناك، أنت خلاص لا تأكل هم يا أخي، لا تأكل هم. ما أدري يا بعيوني، والله بعيوني بدرية بعيوني، والله بعيوني، والله بعيوني بدرية. أخي مصبوح قلت شاي برجع شاي. أنا معي مصاري وبرجع شاير إمتى ما بدي. أنا بدي إياه بطالع شاير من راسي. السلام عليكم. العم ايشو كل هالقد مسطولين؟ حسان العم شو متخانقين؟ صالح لك حسان لك شو اللي ضربك حسان؟ حسان فز حسان شاي فهمت ما بدي برجع شاي. فز قوم فز قوم صحصح قوم. صالح لك صالح العمى بقلبكم شو مخلين كيف انا شربانين قوم؟ لك صالح ما في غير سالي قهوة بركي بتصحوا. لك تقبرني؟ ما فيش بدي نام
ودينا اي نعم تقبرني نعم امشي امي خليه ينام ويرتاح طالما فراح الكابوس معناتها ما لك حاسس على حالك ولا لك حاسس شلون طرق راسك لا خلصنا بقى محمود شي اتركه شو تحقيق هلا هي جزاتي اني صحيتكم لا اخي كتر الف خيرك بس تركنا بقى بدنا نروح نرتاح نروح وحضرتك ما بدك تروح انت كمان ايه بدي اروح بس شو بدي اقول لفريال اذا سالتني عن راسي هلا قوم وقول اللي بدك اياه قوم قوم فز روح يلا انا متضايق الشغل الارض انا مالي فيه لك صرت قايل لكم هالحكي هذا 100 مره انا بدي بيع ارض امي وبدي اشتغل بالتجاره شغل الارض انا ما بدي اياه خلاص ما بدي اياه لك هي عندكم تيسير ابي حابه بفضوا علي خلاص يتركني بقى بحالي خليني اشتغل على كيفي لك اختي لا تضلي ساكتي طيب احكي شو بدك يعني احكي لك يا بدريه لازم تفهمي ابوكي انه انا هيك بدي حتى لو كنت غلطان لك يا بدري انا مالي غلطان الدنيا اليوم تغيرت وتشقلبت لك حتى انت ما بدك تفهمي الدنيا اليوم شطاره مو تعب وشقى اخي انت غلطان صدقني غلطان وقيم هالطمع من راسك لك بدريه يا محمود انت عم تطمع بدك تكسب اوام بدون تعب وشقى لك انا اختي انا متضايق من تيسير لك أخي أنت اليوم شو صاير لك عم تحكي بكذا موضوع بنفس الوقت؟ أنا؟ إيه أنت ساعة بتضايق من تيسير وساعة بدك تبيع أرض أمك وساعة بدك تاجر لك أختي لا تزيدي عليها إذا بتحبيني وبدك مصلحتي احكي مع أبوكي خليه يريحني وخلصنا بخاطرك هلا لا تلغمت الحديث لا تهرب مني ما تهرب لك قال لي شو بوش بينك؟ ما بوشي طرقة عادية حسن اطلع فيني ها طالما طرقة عادية ليش خايف وليش عم تهرب؟ لا تعملي لي اياها قصة وتساوي ايدها ايدين ورجلين لا تضوج انت عم تخبي عني شي كسبك مثل المزدب الخايف لا حول ولا قوة الا بالله حسن انا بخاف عليك صدقني اني بخاف عليك وخصوصي انه هذا صالح بضل وراك هلا كمان دخلتي لي صالح بالقصة لانك عم تضل انت وياه هو واحد مشراني كل ما بشوف جبينك هيك قلبي بيغلي وعقلي بيطير لك اختي الشغلة ما بدك هالقد بدها انت اخي بتعرف شو يعني اخي لك اختي والله بعرف بس انا ما عدت صغير وصدقيني ما عم بعمل شي بخوف ما عم تخبي عني شي؟ والله ما في شي إن شاء الله باين هالولد بيشبهك كتير لك بدري ايو اي والله لسه ما بين ان شاء الله يطلع مثلي انا هيك بدي
ضلت تتدلع لحتى طلع لها خير. والله صحيح يا اختي، بدري هي شغلتها بتمخول لك. 20 واحد تقدم لو ما كانت تقبل. لك كانت عم تستنى خير. شو يا بدري؟ شبكي وين سارحة؟ سارحة بيلي ببطني. بدي يا صبية. إن شاء الله يكون مثلك. من قلبك؟ بس من قلبي. أنا يا خير وتقدمت كتير. نص شباب الدعاء خطبوني وأنا ما قبلت. ما بعرف ليش. كنت حاسة إنه الرجال بدهم سايرة. وأنا ما بقدر ساير الرجال. ضليت أرفض. ضليت أرفض. لحتى أجيت عندي. إيه. بالأول أنا ما قبلت. بس أمي ما سكتت لي. رح يصير عمرك 40 سنة ولك بنتي ولسه بتقولي هذا ما بدي إياه وهذا مو عاجبني وهذا ما بعرف شو وهذا ما بعرف شو. أمي الله يرحمها كانت خايفة علي أبقى بلا جواز، قامت جبرتني أتجوزك. وهلأ؟ هلا عندي اياك بالدنيا كلها. صحيح يا بدري. الله وحده يلي بيحلم قديش انا بحبك. الله وحده يلي بيحلم قديشك غالي على قلبي. الله وحده بيعلم قديش كنت غالي على قلبي. مساء الخير يا بنتي. أهلين يا بنتي. أهلين أهلين. قالوا لي بدك ياني خير. كل خير يا بي، كل خير. شوفي شو القصة أحكي. بدي حاكيك مشان أخي محمود. شبه محمود؟ يعني بقصد على مهلنا عليه شوي، لأنه صاير عم يتضايق كتير من تيسير لما بيشوفك مبسوط منه وهو مو راضيان عنه. أنا مبسوط من تيسير لأنه عم يشتغل بمدة بسيطة، سوا شغلات كتير. بس يا بي أخي محمود ما ليل من شغل الأرض والفلاحة بقى، يعني إذا كان من شو يا بدرية؟ إن شاء الله أنت موافقة على عائل أخوكي. لا يا بي لا، أنا مالي موافقة بنوب، بس قصدي نسايره شوي. نسايره؟ ولك أخوكي بده يانا نبيع الأرض ونشتغل بالتجارة. شلون بدنا نسايره ونحن ما بنفهم غير بالفلاحة والزراعة؟ شلون بدنا نتاجر؟ أنا قصدي يعني على مهلنا عليه شوي، لأنه عم يغار كتير من تيسير. إيه عم يغار من تيسير يشتغل مثله. طيب يا بي أنت وعدني إنك تسايره شوي وأنا بكفله إنه يشتغل مثل تيسير وأحسن. والله يا بدرية إنك أصيلة، قد مالك قوية قد مالك حنونة. أنا قوية يا بي؟ قوية لأبوكي وحنونة لأمك. خلاص مثل ما بدك. راح أساير محمود لشوف شو آخرته معه. منيح هيك؟ منيح. الله يخلي لنا ياك ويمد بعمرك يا حق. شو يا بي
باين مخبي شي عني. مظبوط. شوفي يا بنتي، يعني قعدتك هون بالبيت مو عاجبتني. أنا سايرتك شوي لحتى تمضى الأيام وتنسي، بس هلأ بلا قعدتك هون. لا تخاف يا بي، لا تخاف، أنا بدري. شو نسيت؟ ما نسيت، بس يعني ما بيصير تعدي هون بالبيت. يعني صالح كل مين قاعد ببيت لحاله؟ نحن يا بي من يوم ما قسمنا البيت صار لصالح بيت ولخيره بيت، وأنا قاعدة ببيت جوزي ومسكرة بابي علي. بس يا بنتي دخيلك يا بي، دخيلك خليني قاعدة ببيت خير وبدي ربي ابني فيه. دخيلك لا تحرمني من بيت جوزي اللي حرق قلبي بموت. دخيلك يا بي، اتركني هون، اتركني هون ببوس ايدك على القليلة هون. بضل بتخايل عم يحاكيني قاعد معي، شلون عم يضحك، شلون عم يغسل، شلون عم يلعب ابنه. دخيلك يا بي، دخيلك خبيني.